إلا عندك واحد من هذه الأعراض فراه عندك أعصاب المعدة. السلام عليكم، أنا عبد اللطيف، مدرب بشركة دي إكس إن. بزاف ديال الناس اللي كيتواصلوا معايا كيقولوا لي راه عندي الأعصاب ديال المعدة ولا القولون العصبي ولا الأعصاب ديال المصران. كنقول لهم باش عرفتوها؟ كيقول لك راه هادشي باش كنحس. كنقول لها واش عندك هذه الأعراض؟ يعني واش كتحسي بهادشي؟ يعني واش مرة كيجيك واحد ولا جوج ولا ثلاثة من هذه الأعراض؟ إلا كانوا فراه بصح راه عندك أعصاب ديال المعدة. اول هاد الاعراض انك كتحسي بحال اللي كتخشى فيك شبره في المعده ديالك. ثاني حاجه كتحسي بالمعده ديالك كتنفخ وكتفش. ثالث حاجه كيكون عندك واحد الالم تحت من الكرش ديالك، يعني جهه ديال المعده. كذلك كتقلقي بزاف وكتعصبي بزاف على ابسط حاجه. كذلك كترعد لك العضلات ديال الكرش ديالك. كذلك كتحسي بالغازات، يعني كتحسي بالمصران ديالك ولا المعده ديالك، يعني كيخرج منهم ديك الغازات. كذلك كتشبعي دغيا، واخا ما كليتي والو، واخا كليتي غير شويه ضغمه ولا جوج ولا الخبز ولا اي حاجه كليتيها، كتحسي انك شبعتي دغيا. كذلك كتمشي بزاف للطواليت، يعني كتبولي بزاف. كذلك كيكون عندهم الاسهال. كذلك الناس ديال اعصاب ديال المعده كيكون عندهم الاكتئاب بزاف، يعني كيبغيو يبركو غير بوحدهم، ما يهضروا مع حتى واحد، كيحسوا بحال الا محقورين، بحال الا حتى واحد مدها فيهم. كذلك كيردوا بزاف، كتكون عندهم كذلك قرحه المعده. كذلك الشهيه ما كايناش، وملي ما كتكون الشهيه يعني كيكون حتى نقص ديال الوزن. كذلك كتحسي بالوجع، يعني في كرشك وفي البصران ديالك وفي المعده ديالك. كذلك كيكون عندك الانتفاخ مره، يعني الانتفاخ في الكرش ديالك، كتحسي بكرشك راه منفوخه مره. والناس ديال الاعصاب ديال المعده كيحسوا بقرحه المعده، يعني ديك الحموضه كتطلع بزاف، يعني سواء كلاو سواء ما كلاوش، خصوصا مع الصباح، لان المعده كتكون مرتاحه وكتقرح. ولا عندك وحده ولا جوج ولا ثلاثه حتى الخمسه ديال من هاد الاعراض اللي قلت دابا، فعرفي راسك راه عندك الاعصاب ديال المعده وخاصك تعالجيها في اقرب وقت. وباش نعطيكم اشنو اللي غادي تاخذوا، الطريقه الصحيحه ديال الاستعمال، ها هي النمره ديالي كتبان لكم على الشاشه. تواصلوا معايا فيما كنتوا، في اي بلاصه، في اي منطقه، في اي مدينه في المغرب، فراه المراكز ديالنا متواجدين بزاف ديال المدن. كذلك